مستمعون الله كريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في سهرة ضوء القمر. القمر قوم عليك ضوء القمر، سهرة أسبوعية نستضيف فيها عدد من نجوم وطني الحبيب في ظروف الإبداع المختلفة. ضوء القمر الذي يأتيكم دائما على أثير إذاعة الأمل FM 105.5. إذن في البدء تقبلوا تحايا الفريق العامل في الإشراف العام والمتابعة، تقبلوا تحايا الأستاذ خليفة آدم. ولكم تحياتي أعدادا وتقديما وتنفيذا أم خليفة. وفي المونتاج تقبلوا تحايا بريمة أحمد. إذن اليوم على ضوء القمر نجلس مع هذه الشخصية الأنيقة التي تخرجت من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا قسم اللغة الإنجليزية، لكن بالملكات التي تمتلكها سرقها عالم الإعلام. اليوم على ضوء القمر نجلس مع الإعلامية والمعلمة والكوتش مهيرة عثمان طه بن عوف. أهلا بك الكوتش مهيرة، حبابي كلف في استديوهات إذاعة الأمل FM 105.5. أهلا بك مهيرة، وعرفين عليك أكثر عشان يعرفوا كل مستمعي إذاعة الأمل FM 105.5. ومن عبر مهيرة تحية لكل من يتابع هذه السهرة، أتمنى لكم وقتا طيبا. أهلا بك مهيرة. مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مستمعي إذاعة الأمل، وعليك يا أم الخليفة، سعيد جدا أني أكون معك اليوم على هذه الإذاعة الجميلة والمميزة. تسلمي، حدثينا عن نفسك أكثر عشان يتعرفوا عليك المستمعين في إذاعة الأمل. أنا مهيرة عثمان طه بن عوف، خريجة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، حاليا ماجستير في التربية جامعة إفريقيا العالمية. أنا معلمة وكوتش وإعلامية. حلو، متى كانت بداياتك في مجال الإعلام؟ مجال الإعلام هو طبعا شغف ورغبة وهواية. أنا يا أمنا كان نفسي أخش إعلام، بس الأسرة ما كانت موافقة على الإعلام، لأنه بتقول إنه مساره طويل، يعني عايز بتلاقي صعوبات، بالذات إنه يعني الوسط الإعلامي ما زي وسط التعليم. فأمي كانت حابة تشوفني معلمة جديدة، وأنا اعتقدت رغبة أمي ودخلت كلية التربية. وبعد ما اتخرجت وخلصت، بعد ذلك بديت مسيرة الإعلام، ومسيرة الإعلام سبحان الله كانت صدفة، يعني وجودي في الإذاعة. كيف كانت صدفة يا مهيرة؟ طيب، أنا كنت ماسكة الأمين الإعلامي لمنظمة شباب النجدة، والتحية من هنا لكل متطوعي شباب النجدة ولكل متطوعي بلادي في كل السودان. جيت الإذاعة كمستضافة في برنامج أو لمشروع اللي هو فرحة العيد. فرحة العيد هو يعني مشروع بيقام كل سنة، فاستضافتني الأستاذة الإعلامية يعني المعروفة نظافة حر الرحمن، من هنا لها التحية. كانت الزمن ذاك في برنامج نجيلكم زين. بعد الاستضافة طوالي نضال عقبت وقالت لي يا مهيرة أنت صوتك إعلامي، يا ريت تكوني معانا هنا في الإذاعة. يا سلام. فطوالي بديت بالإعداد مع نضال لحد ما عملت برنامج خاص زهرة البنفسج، أنا حاليا فيها ليبو، كمان معدة لبرنامج صوت العقل. تمام مهيرة، الإذاعات اللي اشتغلت فيها أول عملت فيها الإذاعة الصحة والحياة فقط، ولا في إذاعات ثانية؟ لا، إذاعة الصحة والحياة فقط. وأنا زي ما قلت لك يا آمنة، أنا بحب الانتماء المؤسسي جدا. يمكن إذاعة الصحة والحياة دي لها يعني نبض خاص جدا جواي، يعني يمكن لأنه البيئة فيها بيئة مرحبة ودائما داعمة، واللي جيت ناس أفضل منهم دعموني جدا، ويمكن لأنها في الأريا بتحتي، يعني اللي زعف الأسهري وأنا ساكن الأسهري، يعني ما يقول لك ما أجمل أن يكون مكان العمل في بالغربة من السكن. برنامج لقيت نفسك فيه أكيد سهرة البنفسج. حلو مهيرة، بتميل للبرامج الثنائية أكثر أم المنفردة؟
أنا حاليا برنامجي برنامج منفرد في البرنامج حواري، بس أنا أحب جدا البرامج الثنائية والمجموعة، بالذات الفترات المفتوحة المسائية أو النهارية. وشكلي كده يا أملة حخطط لبرنامج كده أنا وإنت مع بعض يكون جماعي. يا ريت يا ريت. إن شاء الله حيكون شيء جديد طبعا. يا مهيرة، بتؤمني بمبدأ الخصوصية أم الشمولية في المجال الإعلامي؟ هو طبعا في قواعد كثيره، وكثير من الناس اللي سبقونا يقولون انه الاعلامي مفترض يكون اعلامي شامل، بمعنى انك تكون قادر تنفذ، قادر تخرج، قادر تعيد، قادر تصور، قادر يكون تعمل بث مباشر. فالاعلام الشامل هو حاجه ممتازه جدا، بس يزول هو قادر تخصص وجاي الاعلام كمهنه، انا بكتفي انه تخصص في حاجه واحده. بعد كل مقدرات الاعلام ذاته لها دور كبير جدا، هواياته وشغفه والزمن المحدد للوظيفه دي او للمهنه دي او للهواية دي. فطبعا تختلف من زول لآخر، لكن يعني أنا الحمد لله بنفس وبخرج وحاليا معدة ومقدمة. ف يعني الإعلام الشامل هو ممتاز طبعا، لو لقى فرصة في أي مكان يكون له سهل جدا. يا سلام. أعزائي المستمعين، ما زلنا بنتواصل معاكم مع زهرة البنفسج اللي هي مهيرة عثمان، المعلمة والكوتش والإعلامية. مهيرة، يعني شنو كوتش؟ طيب الكوتش هو هو التطوير الذاتي، سواء كان ذاتي لشخص واحد او مؤسسي. انا متخصصه في الكوتش المدرسي او الدراسي، اللي هي بتساعد الطلاب في انهم كيف يتغلبوا على مشاكل الدراسه، الحفظ، التركيز في الحصه، النسيان ايام الامتحانات. الكوتش دي من احلى الحاجات اللي ممكن يعملها الزول في حياته. احنا في طبيعتنا في حياتنا العاديه السودانيه بنحب الدعم، يعني لسه حصلت مشكله يا املا كيف حتستشيري؟ صح، يلا الاستشاره دي هي الكوتشنج ذاته. فانا بجي لزول اكثر مني خبره او معرفه في شيء ما، انا بقدر اساعده زيها بتقنيات عديده. مهيره، والعمل الطوعي حبيبين اكثر سؤال كبير. يمكن العمل الطوعي بدا من بدري، من انا في الاساس اللي هو بتكوين الجمعيات، الجمعية الفلاحة، جمعية بحب أنا دائما أكون قائدة، يعني بحب أعمل الحاجة، ما يقولوا لي أعملي، أنا الأعمل. يمكن الحاجة دي غلطني. أنا حاليا عندي مبادرة حاليا اسمها تخصص اختياري، اللي هي قريبة للكوتشنج، فيها ورشات تدريبية ودورات تدريبية لطلاب الشهادة السودانية إنهم كيف يختاروا تخصصهم الجامعي. أنا ما أعرف يقول إنه أنا غلطت أو اخترت تخصص غلط، أنا حاليا مبسوطة وراضية عن نفسي. فزي ما بقول إنه الزول يختار الحاجة القريبة لقلبه والقريبة لمهاراته. فالعمل الطوعي أكيد هو مهم في حياة أي زول، لأنه بيعلمك مهارات جديدة، بيعرفك على ناس جدد، بيخليك تتعلم مهارات كتابة التقرير، المسح الميداني، كيف إنك مثلاً حتى يا عمل والله في حاجة جميلة جداً، تقوي إيمانك، تقوي إيمانك جديد، لأنك أنت مثلاً مسكت دار المسنين أو دار المايقومة أو غيره، بتلقى شرايح ضعيفة، بتلقى عندك قوي، مفترض تصلي ركعتين وتحمد ربك على أي نعمة أنت عندك. مهيرة، شباب النجدة بتعني لك شنو؟ حدثينا عنها برضو، نعرف أكثر، نعرف مهيرة وشباب النجدة. طبعا شباب النجدة هي من المنظمات الطوعية الباردة جدا في المجتمع السوداني، بتعمل على عديد من المجالات التعليمية والخدمية والمجتمعية. شباب النجدة علمتني حاجات كثيرة، علمتني الثقة بالنفس، علمتني انه كيف نكون انسانة قائدة، كيف نكون انسانة مسؤولة، مش حاجات كثيرة يا آمنة، دار المسنين، دار المسنات، اس او اس، قضية الاطفال، ما كنت انا بقدر امشيها براي. فشباب النجدة علمتني أنا كيف أنه يكون داعمة لغيري من الناس أو سواء كان مجتمع. فالتحية لكل متطوعين شباب النجدة، والتحية للمدير التنفيذي ربنا يديه الصحة والعافية الأستاذ صهيب سيد جلال. وجوان أمل. يا سلام جوان أمل. يا أمل أنت جبت الحياة من وين؟ يعني الحلقة ده غير محددة لها. جوان أمل. جوان أمل هي استراحة أطفال مرضى السرطان، هي في شارع 60 تقاطع في الجمعة شارع 60، مجموعة من الأطفال من الأقاليم بيجوا الخرطوم عشان يتعالجوا. فالاستراحة دي وفرت لهم المكان والمأكل والملبس وكمان التعليم والترفيه، اللي هو أنا ماسكة جانب التعليم والترفيه في الاستراحة. فالاستراحة جوانا أمل خلتني أنا أكون مصيرة جدا بالأطفال، الله يديهم الصحة والعافية ويشوفهم جميعا. وتواصلنا مع الدكاترة قالوا إنه العلاج المعنوي اللي هو التعليم والترفيه بيرفع كثير جدا من درجة العلاج الكيميائي اللي بيرفع. فالاثنين مترابطين مع بعض. انا ومعي مجموعة من المتطوعين بنعمل دايما على حتى اشوفنا فصل في الاستراحة فوق في الطابق الثالث، انه كيف نحن نعلمهم وكيف نخليهم يرفهوا، كيف نحن نحسسهم انهم هم عندهم فرق من الاطفال العاديين السليمين. فعلا المريض لما المريض لما يلقى زول معاه يعني ما شاء الله عليه وبيحس بانه نعمه الصحه والعافيه بتجي وصله، لانه
في ناس واقفين معاه وكذا. صحيح بالضبط كذا. مهيرة عثمان، كلمة أخيرة. أنا شاكرة ليك جدا، الإعلامية المتميزة والصاعدة والجميلة والغريبة جدا إلى قلبي آمنة الخليفة. أنا شاكرة ليك برنامجك المثمر والمميز جدا ضوء القمر، وشكرا لكل المستمعين، شكرا لك الاستضافة، أتمنى أن أكون كنت ضيفة خفيفة الظل عليك أولا وعلى كل المستمعين. يا أخي تسلمي، بكل تأكيد كنت ضيفة خفيفة علي، وبإذن الله ستكوني أكيد على المستمعين. أعزائي مستمعي ضوء القمر، هكذا على ضوء القمر جلسنا مع الإعلامية التي سردت لنا حياتها الإعلامية والتوعية و الكوتش والمعلمة مهيرة عثمان طه. سنفترق على أمل اللقاء بكم في سهرة جديدة مع نجم جديد على ضوء قمر جديد. إلى أن نلتقيكم، تصبحون على خير وكونوا بعافية.